اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في فقره قضيه لهذا اليوم، حديثا حول مراكز الادمان، جسر عبور الى بر الحياه. تفشت في الفتره الاخيره لدى المجتمع السوداني ظاهره تعاطي المخدرات وسط الشباب، واكتظت مصحات وعلاج الادمان والامراض النفسيه بالمدمنين، وتم إطلاق الحملة القومية من قبل السلطات السودانية لمكافحة المخدرات تحت هاشتاغ الحق ولدك حتى لا تفتك بالشباب أكثر من ذلك. ولا شك أن مصحات ومراكز الإدمان هي الطريق الذي من خلاله بإذن الله سيتم القضاء على كل مدمني المخدرات والمخدرات كذلك. خلونا نرحب سويا بضيفتنا من داخل الاستوديو، المستشارة لبنى علي محمد، خبير استراتيجي لعلاج الإدمان. مساء الخير عليكي، اهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير عليكم، وسعيده اكون بينكم في قناتكم العامره، وسعيده بالحراك المجتمعي في السودان الان. اتمنى نقدر نلحق ما تبقى من الشباب ان شاء الله رب باذن الله. خلينا في البدايه نتكلم عن انشائكم لمركز بالمثل المحلي والدولي، عارفين عليه بشكل فضفاض اكثر يعني. طيب، منظمه بيتمكلي منظمه بدت من كندا، بديتها بمدينه فانكوفر الشخص الضعيف 2003 كمبادره، ثم تسودنت في السودان 2013. ايوه. منذ الانشاء اهتمينا بالدراسات والبحوث، يعني اول بحث كان عن اغتصاب الاطفال، واول من عملته منظمه بيتمكلي كان في السودان في 2013، وربطنا انتشار الاغتصاب انذاك بالمخدرات. ممتاز. مشينا بعلميه ومنهجيه لحد ما حصلنا في 2017 أعلننا عن حملة قومية لمكافحة تعاطي المخدرات، ولم يستجيب لنا النظام السابق. في 2018 كلفت كخبير كندي أنه أقيم أول مؤتمر عالمي لتحديات علاج الإدمان، كان نتاج المركز اللي هو العالمية بتاعت بيتمكلي دي، باعتبارنا تأسست من برا وجات السودان. حتى الآن المنظمة بصورة عامة بيتمكلي عندها حوالي 7 عضويات عالمية، بالإضافة ل 48 دولة تحتنا اللي هي تحت تحديات شبكة تحديات علاج الإدمان في العالم والشرق الأوسط. وجودنا العالمي خلانا ناخد قوة أكبر، خلانا بجنسية الكندية قادرة أتحرك أمشي أي مؤتمر أي وقت أي زمان أي مكان. وهنا بشكر الحكومة الكندية إنه يعني صغلت العلمية بتاعتنا وخلتنا نكون يعني متمكنين. حلمة مشيت أي دولة في العالم بجواز الكندي لكن الهوية السودانية 100%. آخر مؤتمر جيت منه كان مؤتمر الاستراتيجيات المخدرات المكافحة. أيوة. والبريفنشن عالميا، وده خلانا نكون نحن up to date، عشان كده المركز أصبح مركز الدراسات والبحوث العالمي في السودان. اللي عندنا علاقات وطيدة مع كثير من الدول. الآن المركز والمركز هو جزئين، مركز غادرين لعلاج الإدمان ومركز بيتمكلي اللي هو منظمة بيتمكلي اللي هي لشؤون الطفل والمرأة وخلافه. لكن مركز غادرين هو تحت منظور اسمه مركز بيتمكلي للدراسات والبحوث والمعالجات الاجتماعية. ليه سمينا غادرين؟ عشان نحن نقدر كشعب سوداني غادرين برغم التحديات ورغم الصعوبات، البلد فيها تحديات كبيرة. وجدنا أن الحكومة في الفترة الأخيرة منشغلة بالقضايا تحت الأمن والسلام وغيره، وهنالك يعني طاعون بنخر. صحيح. يمكن بيتمكلي الآن غرابة 10 سنوات هي تعمل بصمت كبير، تعمل بجدية تامة بمنهجية علمية في محاربة ظاهرة علاج الإدمان، علاج التعاطي المخدرات. مساهماتنا أسهمت خارجيا قبل ما تسهم داخليا. بعد ما وصلنا في الداخل وجدنا أنه الدولة في حد ذاتها الموضوع ما كان مهتمة به والاهتمام ده كله. وأنا سعيدة جدا، يمكن الناس كلها فرحانة بالهاشتاج وفرحانة بالحملة، أنا أكثر الناس سعادة لأنه مجهود 10 سنوات نحن تعبنا، خسرنا فيه أشياء كثيرة، فقدنا ناس حية في ديورنج الكورونا، وناس الآن بتجاهد لتصل لبر الأمان. عنوانك للحلقة تكلمت عن أنه بيوت العلاج أو مراكز العلاج. بيتمكلي كان عندها وصمة كبيرة جدا في العديد من تدريب الكوادر داخل ولاية الخرطوم في الولايات. يمكن آخر ولاية نحن اشتغلنا فيها ولاية الجزيرة أول امبارح. نحن جايين من تدريب عملي العلاج بالعمل، تدريب ما منظور في السودان، نحن بنقدمه عبر المنظمة اللي هي محاربة الفقر لأنه بوابة الدخول للإدمان. هل هذه طيب تعقيبا بس على حديثك، كانت مخرجات أو الخطة فيما يخص المشاركة في المؤتمر الأخير والاستراتيجية كذلك التي وضعت؟
الاستراتيجيه التي وضعت نحن بتمكن يكون اب تو ديت. يعني الكلام اللي قالوه في المؤتمر بيتكلم عن البريفنشن وخفض الطلب. طيب. تخيل انت منظمه شغاله لها 10 سنوات كونتينيوس ما وقفت خالص ومتابعين اب تو ديت. يعني نحن اي مؤتمر اي كونفرنس اي لقاء عن المخدرات في العالم كله, مش في السودان, في العالم كله, نحن فيا زوم, يعني بالزوم بالكونفرنس بالسكايبي كل انا انفولف يعني. والحمد لله على مستوى العالم العربي بشخص ضعيف باسم السودان شاركت في 18 مؤتمر على مستوى العالم العربي, على مستوى العالم العربي. على مستوى العالم 39 مؤتمر دولي تمت المشاركة. يمكن أفضل الأوراق العلمية اللي تقدمت كانت أوراقنا, دخل لنا نكون up to date. الحزين في الموقف إنه الدول كلها كانت موجودة عدا السودان في الخطة الاستراتيجية بتاعت عالم كامل بتكلم عن البريفنشن اللي هو خفض الطلب, ما كنا موجودين. الحاجة دي أحزنتني, لكن I play يعني لعبت دور للشعب السوداني يعني. طيب. اتكلمت on behalf of الشعب إنه نحن كمواطنين ما السانتيشن اللي هو الحصار الاقتصادي على السودان ما تحكموا علينا نحن كمنظمات, لأنه منظمات الأمم تقول لك نحن كمان الوضع يتغير والبلد حصل فيها بيس وسلام ما حندي التمويل للسودان. أنا تكلمت بلسان المنظمات بلسان المجتمع السوداني بلسان الشباب إنه إذا في تمويل لقضايا خفض الطلب في المخدرات إذا ما دت الدول الحكومة نزلها المنظمات على الأقل. يعني هذا الحديث اصطحبته معي لحد ما وصلت قابلت السفير والرئيس البحثة بتاعتنا السوداني الموجود في السفارة. يعني هم يقولوا لي المشكلة بتاعتنا نحن في السودان ما بتجي تقارير أول بأول. نعم. يا أخي استفيدوا, خشوا الميديا أكتبوا. نحن يمكن ما حصل يوم الآن أنت بتتابعوا في الغنب بتاعتكم دي, يمكن نحن لينا زمن ما يجينا, لكن عالميا داخليا ما بيمر أسبوع اللي يكون عنده 3-4 إيفنت بيتمكل. اللي استفدنا منه في اللغة اللي كان في فيينا إنه نحن عملنا نتورك علاقات, شاركنا التجربة بتاعت السودان سواء كانت تجربة الإدارة العامة سواء كانت التجربة بتاعت اللجنة العمومية سواء كانت تجربة المنظمات السودانية الموجودة, باعتبار إنه السودان لا أتحدث عن شخصي ولا عن كيان بتاع منظمة, أتحدث عن دولة بأسرى يعني باعتبار الخبير الاستراتيجي. للأسف يعني الهجمة الشرسة اللي تمت على السودان, نحن كنا أكبر معبر للمخدرات ما كنا مستهلك, لكن الآن في استهلاك. يبقى الأبروش الجديد اللي كان مفروض, يعني أنا لما سافرت ما كانت أعلنت الحملة, عشان كده أنا كنت سعيدة جدا جدا لما يتبنى رأس الدولة موضوع زي ده, لما تتحرك المنظمات. وبالمناسبة الهاشتاج بتاع ألحق ولدك أطلق قبل الحملة القومية, أطلقوه مجموعة من الشباب. التحية لكل شباب بتاع يوتيوبر, التحية لكل شباب الفاعل في السوشيال ميديا, والتحية لكم أنتم في القناة هنا, يعني غطيتوا تغطية كبيرة وقناة النيل الأزرق اشتغلتوا شغل كبير جدا يعني. الإعلام لعب دور في أنه لفت النظر للقضية دي. طيب نحن القاب وين؟ خلينا نتكلم عن بروفيشنال شوية. القاب وين؟ القاب في أنه نحن محتاجين كوادر مؤهلة. طيب. القاب في أنه ما هي حملة وبس, يعني الليلة الناس كلها في السودان في كل قطاعات السودان. الحملة القومية, الحملة القومية دي دايرة بريبريشن, ليست فقط هي الندوات محاضرات لقاءات. نحن أصلا نفكر في المشكلة, ليه دخلوا الشباب في المخدرات؟ ليه الآيز بالتحديد في الوقت ده انتشر؟ هل ما كانت في مخدرات أنواع تانية؟ ليه نحن الشباب بالمستوى ده كده دي وصلنا للمرحلة دي؟ بعدين كان معلش مع احترامي وتحفظاتي على كل شيء. يعني كيف مراكز العلاج مليانة كلها؟ نحن بتين وصلنا لإزالة الوصمة الاجتماعية؟ نحن أصلا لسه البنات ما جوا المراكز, لسه في بنات كتير جدا بتتعاطى لكن ما وصلوا المراكز. يبقى بالتالي على الحملة القومية الجديدة دي أول حاجة إزالة الوصمة الاجتماعية بمزيد من التوعية والإرشاد, تجهيز مراكز مهيئة, الالتفات لقضايا الشباب من العمالة حقت الشباب ديل. الشباب ديل الأطفال الآن في الشوارع بيبيعوا, في تشرد, في تسول نسب عالية جدا, في عطالة عالية للغاية في السودان. يمكن الأربع سنوات دي أكبر فترة شهدتها البلد فيها يعني الشباب حسوا بإحباط ما عادي. نتكلم إحنا على النظام السابق وعلى الفترة السابقة, لكن الفترة دي فيها إحباط ما عادي بالنسبة للشباب. الهشاشة الأمنية والتفاصيل دي أنا شخصيا كخبير استراتيجي بقول الشغل ده جزء منه كبير جدا إهمال أسري. ناهيك عن الهشاشة الأمنية, ما في كندا وأمريكا مليانة المخدرات, ما في أوروبا مليانة المخدرات, لكن التربية في الوازع الديني, العطالة تحت الشباب, الشارع اللي بقى ما فيه رغابة عالية جدا, دي كلها أسباب بتخلي الشباب يدخلوا في المجال بتاع المخدرات. ونحن إذا الحملة عايزينها تنجح نكرر إعلام فاعل, نكرر مشاريع إنتاجية للشباب, نكرر اهتمام بقضايا الشباب. طيب ما بعد الاهتمام وما بعد تفعيل كل الجهات اللي انت ذكرتيها الان, هل هنالك حلول ممكنه وممكن نقول انه اذا استخدمت حتحل لنا المشكله والازمه الحاليه؟ طبعا اكيد
اي دوله في العالم تتبنى قضايا البريفنشن، قضايا خفض الطلب، لازم يكون في حل. انت ما بتعلن عن قضايا خفض الطلب من غير ما يكون في سوليوشن. من الحلول اي نعم الاعلام لازم يتفعل، اي نعم الناس كلها لازم تتكلم عن القضيه، لكن يحصل وعي. كيف يعني نحن بلد يقولوا في الاساس في مخدرات، يعني في مراحل الاساس لازم وزاره التعليم والتعليم التربيه والتعليم يكون عندها دور، الجهات الامنيه عندها دور، المجتمع عنده دور، الاعلام عنده دور. بعد كده طيب المراقبه المجتمعيه، يعني نحن في كندا البعيدة دي عندنا حاجة اسمها Community Watch، المراقبة المجتمعية. أول ما رحلت أنا اشتريت بيتي في كندا هناك، أول أسبوع طوال جوني الناس البناية قالوا لي أنت هنا لازم تكوني عضو في Watch Community. قلت لهم يعني شنو Watch Community؟ قال لهم مراقبة المجتمعية، كان شفتي حاجة غلط تبلغينا بها، كان شفتي حاجة بتهز الأمن بتاعك في بيتك وانت ما قادرة تتكلمي ده Security ده Number تبلغي به. يبقى بالتالي مفروض يحصل وعي مجتمعي بتفعيل الشرطة المجتمعية، بتفعيل الحصانة الأمنية. يعني نحن واحدة بتقول لي امبارح يعني موقف غريب أنا مرة بي، بتقول لي أنا دايرة أجيب ولدي وعارفة حيتعالج عندكم في غادرين، لكن مشكلتي البيت القصادي ده تاجر مخدرات، البيت القصادي أنا أعمل شنو؟ الله ولا قوتي أنا أعمل شنو؟ قلت لها طيب انت يعني البيت ملكك ولا مؤجرة؟ قلت لها أنا ما بقدر أقول لك انت كافحي تاجر مخدرات، لكن انت حر خلي البيت سيمبل أز. طيب هل الحل انه بس بالتوعية فقط؟ التوعية، مشروعات انتاجية للشباب، تحفيز الوازع الديني. نحن عندنا منبر مجاني في السودان غير الإذاعات وصلاة الجمعة دي. الجوامع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بتستغل، هي المسجد وهي دار الرعاية وهي الرعاية الاجتماعية وهي محل السباحة، يعني كل الأنشطة تحت الدولة كانت تدار من الجامع. الليلة الجوامع بنيانة شاهق فاضية، بيجوا الصلبتين يوم الجمعة بس، أو تتفتح لمناسبة أو له بعض الأشياء. مفروض يكون في وزارة الشباب والرياضة يكون عندها دور فاعل. نحن في ولاية الخرطوم يا بنتي في 125 مركز، ال 125 مركز شغال منها كم مركز؟ يعني أنا مثلا في جنوب الحزام عندنا استاد لقيته حدادي مدادي اسمه استاد الإنغاز، ما فيه صيانة، ما فيه ناس ذات، ما فيه ذاته فعاليات. حركنا منظمتين ثلاثة وبدينا حسي نفعل الشغل. يبقى الرياضة معالجة، يبقى الجانب الديني معالجة، يبقى وزارة التربية والتعليم عندها معالجة، انتوا في الإعلام عندكم معالجة، نحن كدم منظمات مجتمع مدني عندنا معالجة، وعلى الحكومة خلق مشروعات إنتاجية، الجلوس مع الشباب شوفوا قضاياهم شنو، افتحوا منابر مفتوحة ديسكشن. الكلام اللي أنا بعمله في المركز حقي عندنا حاجة اسمها جلسات المكاشفة. في جلسات المكاشفة الكلام معلومات اللي تحصلت عليها من الأولاد المتعاطين للأسف صغار جدا، أصغر شاب عندي عمره 13 سنة، لا إله إلا الله، أنا بيوروني كأن أسرار بتاعت إنهم اضطروا يبيعوا عشان هم يلقوا، لأنه أصلا هم من أسر بسيطة جدا جدا. يبقى لازم الناس تدي مساحات عشان تستمع من الشباب ديل، إذا الحكومة عايزة تعمل غرار، عايزة تعمل شغل، يستمعوا ذات الأولاد ديل اللي جو كيف الشدة دخلوا فيه وليه. يعني أنا القصص اللي بيقولها القصص محزنة. طيب بجانب القصص لو تديني إحصائية لأعمار المدمنين أنا داخل في مركزنا قادرين. أنا ما أقدر أتكلم عن بهذا في السودان، ده كلام بتكلم عليه ولي 5 سنين يا بنتي، بقول لابد من وجود دراسة علمية دراسة توضح كمية الانتشار، أنواع الانتشار، الفئات العمرية. أنا الآن كان دار أقدم لتمويل إلا أقدم لبيت مكلي حقتي، ما أقدر أتكلم عن بهذا في السودان لأنه أصلا ما في داتا. يعني نحن لينا سنتين وثلاث سنوات ونص، حتى الأمم المتحدة لما جاءت لا توجد إحصائيات، ما توجد إحصائيات. آخر إحصائية عملت في مجال انتشار المخدرات وسط الطلاب عملتها اللجنة القومية، ودي كانت 2011، السفر بعيدة جدا. طيب يعني أول 16 سنة قادرين، أيوة في قادرين، أيوة نحن مين بدينا يوم 17 شهر 7، حتى الآن 285 دير الوصلونا، ال 285 منهم 123 دير إمبيشر، والمجموعة الباقية كانت أوت بيشر نبتدي تتعالج وتطلع. 90% منهم بتعاطوا الآيش، 90% اللي تشافوا علينا نحن ما بنقدر نقول تشافوا، لأنه أصلا الإدمان سلوك ممكن يرجع صحيح، لكن نحن تحت مراقبتنا وتحت إشرافنا وليه فترة 88. الآن المنومين اللحظة اللي بتكلم فيها دي معك 27 شاب، قسم البنات شوية الإقبال عليه قليل، لأنه أصلا الوصمة الاجتماعية معظم بنات الجونة كانوا هم إما أندر إيج اللي هو تحت سن 13-14 سنة، بتجيبوا لنا حماية الأسرة والطفل، البغية الباغية أصدقاء المنظمة اللي جابوا بناتهم صوفر 28 بتتعالجوا على يدنا في مركز غادرين. يعني بمعنى كلامك أنه أصبح من السهل العلاج الآيس؟ الآيس بتعالج، ما في زول يقول لكم ما الآيس ما بتعالج،
الايس بيتعالج. اللي قال ما بيتعالج الايس يجيني في المركز هناك يشوف كم بيشن احنا عالجناهم. الايس زيه زي اي مخدر في فتره معينه بيتعالج. اللي ما بتتعالج السلوك الادمانيه بتاعته ودي بتاخد زمن. اذا كان المركز له تفاصيل بتاعه ريهابيليتيشن اللي هي عدد التأهيل بطريقه ممتازه وطريقه متميزه بيتعالج الايس. اصلا كل شاب دخل او كل شابه دخلت في الايس هم فيكتيم لضحيه لظروف معينه. صحيح. انت دورك انت في المعالجه تجرب المشكله الاساسيه وتحلها عشان بعد كده تقدر تحلها. طيب استاذة شنو ممكن نقول الاسباب اللي بتخلي كل الوافدين الى قادرين الان هم اصبحوا مؤمنين بطبيعه الحال؟ قاعدين نسمع كثير عن كلام انه بيخطوا الايس في عصير في قهوة في الشاي تفاصيل كثيرة شديد لكن دايرين نعرف مدى صحتها. طيب يعني انت سؤالك كومبينيشن ان ليه الناس جاتني في غادرين وبيخشوا كيف في الادمان بيجوا ليه؟ طيب بيجوا اولا نحن في غادرين عاملين حاجة فيري يونيك يعني حاجة شوية تسهل على المواطن السوداني اللي مبتلى بأشياء كثيرة جدا في الظروف الحالية دي. نحن أسسنا حاجة اسمها صندوق علاج الادمان. الصندوق عمره 2.5 سنين بدأ بصديقاتي وشخص ضعيف ومجموعة من الخيرين. يعني صندوق شعارنا شعار الثورة، عندك شيل ما عندك خط تجينا ما عندك أي قروش تتعالج، عندك تدفع عشان غيرك يلقى العلاج. يمكن سهولة الدخول لنا. البرنامج جوا نحن عاملينه بيت التشافي، يعني كان برضه سميه بيت التشافي لكن سميته غادرين لأنه قام بالجهد الشعبي. يعني أول جهة تبرعت لنا كان شركة السوداني وشخص ضعيف ومجموعة من الصديقات، ثم بعد ذلك جات جهات حكومية كالوالي مثلا يوم الافتتاح تبرع بـ1,000,000، ثاني جناس جهاز 1.5 مليون. اليوم كمان نشكر السيد النائب، يعني اليوم رسل إيجار 3 شهور للمركز وكده بقت السهولة. لكن كلامك اللي قلتيه إنه يتعاطوا الايس في عصير والكلام اللي بيقولوا تعاطوا في حلاوه، يا اخواننا الايس غالي، يعني منو الفاضي ومنو الداير يخسر عشان يكبوا في العصير؟ اما تكون انت مشيت للحته دي في محلتها او تكون زول تارجت مقصود يعني. لانه يا اخواننا حكايه انه ايس وكبوا في مويه اي دونت بليف ذات. انا كخبير استراتيجي اصلا هو التاجر داير يربح، ما ممكن يكون ويستنج يعني. يعني مشوا لك يقول لك مشينا جامعه والجامعه ما ممكن، ما ممكن الكلام ده ما داخل لي انا في عقلي. ممكن التاجر مثلا يجيب عشان يلقى اكبر كميه من المدمنين. ما للدرجه دي كده يا جماعه. كمان احنا هي في خوف، هي في ايوه ايس منتشر لكن ما درجه الهلع الحاصل. في ناس بيقولوا حتى الزر بتاع المشارة ما تشربوا. يا اخواننا يا اخواننا يعني ما للدرجه دي، في مشكله حقيقيه لكن ما لدرجه التهويل للدرجه دي. واحد يقول لك والله انا من اول مشيت ستة الشاي، ما كل ستة الشاي بيبيع عن المصيبه دي. في ستات شاي شريفه جدا شاي طلع عن الشارع لظروف قاهره جدا جدا خلتهم يطلعوا. حكايه انه الايس اتكبى في مويه كبيره في كنت يا اخوانا ما ممكن، وده كم طن والجرام بكم؟ الجرام ب 18. الاولاد دي اللي بيحكوا لي بقول لهم انتوا بتاخدوها كيف؟ أيوه. اخذتوها كيف؟ بقول لي والله يا ماما لبنى. واحد قال لي انا والله بقول لي ماما لبنى في المركز انا اسمي غدر ظروفك. قلت له يعني شنو يا ولدي؟ قال لي يعني بالف بشتري علي في غايز بالف. قال لي ربع سيسي وامشي له ثاني بعد شوي اطلش لي حاجه امشي لي ب2,000. يعني الطريقه اللي دخلوا فيها ذاتها مكلفه، يعني ما بيلقوه بالسهل كده ده. يعني بدرجه انه واحدين اصبحوا يتاجروا عشان يتحصلوا على العين. ومعرفت معلومه كبيره وانا حابله للمواطنين راسكم، 70% من الترويج وسط للاولاد بنات. يعني النسبة جاتني دي في المركز قال لي والله نحن في بنات جابوا لنا، يعني دي شبه خيف للغايه. صحيح. غير انه بقت تحصل الاوفردوز، بقت تحصل مشاكل ثانيه نحن ما بتشبع عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا. احب اطمن الامهات ما تخافوا، حتى الحلاوه عندنا في كندا اذا فيها واين اذا فيها عرق اذا فيها الشراب اللي بيخطوا ده بيكتبوا لك دي مكتوب فيها الكحول، ما تاخذوها بالطريقه العاديه دي. نعم ربنا يديك ان شاء الله الصحه والعافيه. وشكرا لك جزيلا مستشاره لبنى علي محمد خبير استراتيجي لعلاج الادمان، والكم من المعلومات باذن الله انها تكون وصلت لكل الشباب وكذلك الشابات والاسر، وربنا يلطف بحال البلد ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم. ويا اخواننا عندك شيل ما عندك خط ادخلوا الصفحه على الفيسبوك غادرين، وان شاء الله قادرين كلنا نعبر بمجتمعنا لبر الامان، وعلى الشباب يتمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم وانتم اقوى من المخدرات ان شاء الله.